يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح النظر إلى السماء عند الدعاء مطلقاً وكذلك في دعاء القنوت؟ رفع اليدين إلى السماء، أما رفع البصر إلى السماء نعم، ورفع البصر عند الدعاء لا بأس، رفع اليدين ورفع البصر إلى السماء لا بأس، إنما في الصلاة يرفع البصر إلى السماء، لكن ما يقال أنه يرفع لأنها قبلة الداعي، بل يقال لأن الله فيها، توجه إلى الله جل وعلا. نعم.